يعبثون جاهدين للوصول لامالهم، وهي اصلا وهميه الامال. على بلاطه مستحيل توصل شيء وانت ما انت على حق. هو في شيء اساسي في الحياه، اذا كنت صاحب حق ما يصح في النهايه الا الصحيح. يعبثون ونحن قائمون وجاهدون لله سبحانه وتعالى ومواصلين لرفعه هذا العلم لا اله الا الله محمد رسول الله ولامان الخليج والدول العربيه والاسلاميه بشكل عام. نشوف المقطع وراجع لكم. مرحبا اليوم اللي ورجعنا لكم مرة ثانية. والله لن تخضع رؤوسنا وفينا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لن تخضع رؤوسنا وفينا سلمان بن عبد العزيز بإذن الله. أبو فزع لك الكلمة. أنت قلت سلمان بن عبد العزيز ليس ملك فقط، هذا قائد للأمة، أخذ على كتفه على عاتقه هو إخوانه وجنود الوطن الدفاع عن أهل الأمة كاملة. أنا فواز وأهلي وقبيلتي وكل من أعرف فداء لهالوطن، ودائما أقول الجنود مأدين على الحدود وداخل البلد وفي الخارج، إما جنود دبلوماسيين وإما جنود في الميدان مأدين الواجب. إحنا هنا نعتبر ذخيرة حية تنتظر أي وقت لاستخدامنا، جاهزين لحماية دين الله سبحانه وتعالى، جاهزين لحماية وطننا، جاهزين لحماية ممتلكات بلدنا، جاهزين لحماية محارمنا وأعراضنا، جاهزين لحماية هالبلد. ننتظر بس الساعة اللي هي ساعة الصفر، والملك سلمان والجنود البواسل مثل ما ذكرت الحمد لله الأمور كلها تحت السيطرة وبإذن الله نحن منتصرين. ولكن يا زياد ما رأينا من تخاذل الحوثيين أو أي دول ضد هالبلد ما تدل إلا على رفعة لنا، لأننا دائما لا نريد شهادة من المنافقين ولا نريد أي موقف من أعداء الدين وأعداء المملكة العربية السعودية. علي، أنا أقول شلت يمين من تحاول العبث بأمن المملكة العربية السعودية، ففيها رجال وأنا أقول أسود على الحد الجنوبي وفي أمننا وفي بلادنا، رجال الأمن اللي نفتخر فيهم وهم أبنائنا وإخواننا وأهلنا، والله ما يزيدوننا إلا شرف وفخر. وكلمة كنت أقولها وأقولها الآن حاليا، ما تقطر نقطة دم في الحد الجنوبي إلا هي دفاع عن روحك وعن تواجدك في هذا البلد الآمن. الله يحفظه إن شاء الله لنا، والله يديم لنا أبو فهد ويعزه لنا يا آمين. صالح حبيبي، اللي بقوله المملكة إن شاء الله باقية والإسلام باقي وكيدهم إن شاء الله في نحرهم.
ذكرني ببيت في شيء الأهلية اللي يقول خادم البيتين سلمان الحزم، عزمه أقوى من قوينا العزم، كلنا سلمان بن عبد العزيز. الله الله، صح لسانك يا صالح. بندر حبيبي بيه الكلمة، الكلمة طال عمرك أنت تفترجي من الناس خانوا وطنهم قبل يخونون الجار. الله الله. فأنا في كلمة سعود الفيصل الله يرحمه يقول احنا لسنا دعاة حرب، لكن إذا دقت الطبول حنا لها. الله الله أبد. وصلت يا يا بندر أبو شوق. أنا أقول ما زال العرب من ذي قار إلى عاصفة الحزم يذودون عن بيضتهم عربا ومسلمين. نعم. اليوم مع سلمان الحزم من عاصفة الحزم إلى عاصفة الأمل أو إعادة الأمل، ما زالوا يحافظون على اليمن أولا وعلى الخليج وعلى بلاد الإسلام. إذا كان الحوثي يستند على إيران وعلى الفرس، والله هذه مصيبة. إذا ترك الجار وخان الجار وخان بلده ثم يحتاج للعون من ناس خارج البلاد أو ناس خارج العرب، هذا شيء مصيبة جدا. اليوم يا جماعة نحن جنودنا يحاربون في الجنوب ونحن نعيش في أمن وأمان، هذا الشيء يستحق منا أن نحمد الله عز وجل، نشكر وأن نؤدي هذا الحمد والشكر أعمالا وأفعالا ودعاء وصدقة للرجال اللي يذودون عنا. الله يعطيكم العافية جميعا على الحضور وبيض وجيهكم. كلمة في النهاية، كيف لنا أن نضعف أو نخضع وكان فينا عبد العزيز ولا زلنا من سلالته؟ نقول لهم سمعا وطاعة. استودعتكم الله سبحانه، إلى أن نلقاكم غدا في أمان الله.